سيكون ملعب خنسوجيا الأولمبي مسرحا كرويا، حيث سيحتضن كلاسيكو العاصمة بين المولودية والاتحاد سهرة الأحد لحساب الجولة 30 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس. اللقاء سيكون الجديد فيه عودة الجماهير إلى المدرجات، والذي اشتاق له هذا الصح الرياضي الكبير بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات منذ بداية الجائحة. اللقاء سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات، حيث يطمح العميد إلى البقاء على حظوظه في البوديوم، بينما يسعى أبناء سوسطارة إلى العودة لسكة النتائج الإيجابية بعد سلسلة 9 مباريات دون فوز.